بنرحب بنجمنا طبعا سعد سمير، منورنا سعد. ما شاء الله 17 بطوله والجاي اكتر ان شاء الله باذن الله. بنورك يا كابتن، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك طبعا، يعني حضرتك مدربي وموجودين مع بعض من زمان، وسعيد ان انا موجود مع سهام وموجود في البرنامج. وببارك طبعا على الافتتاح وعلى القناه، وحاجه جميله وحاجه مشرفه تليق باسم النادي الاهلي. والحمد لله يعني 17 بطوله، بنتمنى ان شاء الله يزيدوا كمان وكمان ان شاء الله. طب طمنا عليك برضه سعد، اصابات شايف انها شويه كتيره الفتره اللي فاتت، لكن قبل الهوا قلت لي لا الحمد لله في اخر مراحل البرنامج التاهيلي. طمنا عليك، عايزين نطمن عليك واصل لفين يعني. والله يا كابتن هاني، يعني حضرتك عارف ان في اصابات بتبقى مسؤوليتك كلاعب، الاصابات العضليه، الاصابات اللي فيها شد، فيها اجهادات، فيها مزق، وفي اصابات خارج عن ارادتك. يعني في واحد دخل جون مثلا فيك، او انا مثلا فجاه لقيت وتر اتقطع، فدي حاجه بتبقاش ليك يد فيها، او العمليات عموما بتبقى مش ليك، يعني انت بتبقى قدريه اكتر يعني، زي متولي ربنا يشفيه، زي محمد محمود او نيدفيد، كله عمليات، فبتبقى حاجه صعبه شويه، لكن الحمد لله ده قضاء. والكره انت عملت عمليات كتيره انا عارف الدنيا تبقى صعبه، لكن متعودين ان سعد دايما بيرجع، متعودين سعد بيرجع افضل من الاول. طمن الناس عليك، انت واصل فين دلوقتي، وامتى ان شاء الله نشوفك من ضمن الناس اللي ان شاء الله تاخد يعني تبدا مباراه؟ يمكن الفتره اللي فاتت انا كنت، هي المشكله بالنسبه لي انا خدت اصابتين طوال ورا بعض، رجعت من اصابه في الركبه، وبعدين لعبت، ابتديت العب في الدوري، وبعدين لعبت في افريقيا اربع مباريات، رابع مباراه جالي قطع في وتر اكيلس. يمكن يومها المباراه دي مستر فيلر قعد يتكلم معايا وقبل المباراه وقال لي محتاجك بلاتينيوم 2019 يناير، قال لي محتاجك الفتره اللي جايه تكون موجود، وهعتمد عليك في المباراه الافريقيه. وطبعا قبل المباراه كنت نفسيا مبسوط جدا، والراجل كلامه مش كتير يعني ما بيتكلمش كتير، فمعنى ان هو يقعد يتكلم معايا ومباراه. والماتش ده انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هبدا، اللي انا اتعورت فيه. هو دايما بيبين التشكيل قبل الماتش، الماتش ده ما بيبين قبل الماتش بيوم، يعني بيوم. انت بتحس لا بيبقى باين المجموعه يعني. معروفه اوكي. فاليوم ده لخبط الفرقتين، فانا حاطط في دماغي، وانا راجع من اصابه طويله ولعبت ثلاث ماتشات ورا بعض، فاكيد هيهدى عليا شويه في اللعب يعني. ففوجئت ان هو قعد معايا في اوضه اللبس وقال لي انت، انا محتاجك الفتره اللي جايه وهعتمد عليك، وقعد يتكلم معايا كويس جدا. حتى اللعيبه قعدت تقول لي ابوك ومش ابوك، ده انا راجع من الاصابه. وبعدين الراجل ما بيتكلمش مع حد، فقعدت انا بقى ايه، حاسس ان في حاجه غلط يعني، اليوم مش طبيعي. قبل الماتش قلت لوليد انا قلقان من الماتش، ووليد الفرقه الصغيره دي بتقرفنا. اتكلمت مع وليد وديانج، ديانج كان قاعد معايا في الاوضه، فقال لي لا ما تقلقش وبتاع، ان شاء الله هنكسب وكده. قلت له ماشي، بس لازم احنا لازم نكسب، والماتش مهم بالنسبه لنا، والمجموعات بنحاول نلم فيها بنار. بتحاول تشدهم برضه. فقعدنا نتكلم، اول 10 دقائق جبنا جون، فقلنا الحمد لله يعني الامور هتمشي تمام وكده. وبعد 10 دقائق قمت انا اتعورت في اول ربع ساعه يعني. فعرفت بقى ان انا قلبي كان مقبوض ليه يعني. دي من الاصابات حتى المزعجه شويه بالنسبه لاي لاعب. بس انت اتكلمت مع الاطباء، عرفت ان شاء الله ممكن ترجع امتى؟ انا الحمد لله يعني شغال في فتره العلاج الطبيعي والتاهيل، وان شاء الله قدامي حوالي شهر ونص باذن الله وارجع انضم للتدريبات مع الفريق.